الأخيرة تحسما للمواجهة على ملعب المباراة وسط تركيز عال من أجل التدارك، وبالرغم من صعوبة المواجهة أمام يوفنتوس المنتشي بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في لقاء الذهاب، إلا أن النادي الفرنسي يريد عدم تسليم الراية بسهولة، ولهذا حدد مديره الفني ليوناردو جارديم أولوياته بإشراكه تشكيلة من اللاعبين الأساسيين ممن حققوا الفوز مؤخرا على نانسي بثلاثية في الدوري المحلي ليقترب أكثر من لقب الدوري الفرنسي، وهي خطة أخيرة لمواجهة صلابة وعنفوان تشكيلة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.